بزاف ديال الناس طبعا عرفوك عن طريق إذاعة ميديا، يعني كمنشط لسنوات طويلة، أيضا إطلالات ديالك المتميزة على شاشة قناة ميديا ان تي في وفي برامج مختلفة، يعني من تجربة ديال إنيغما لتجربة ديال فود بلادي، مرورا بالسنوات الطويلة اللي درتي فيها موازين. واش يمكن نقولوا بأن بغض النظر على هاد الصنايع كلها اللي تكلمنا عليها، فالأصل هو منتصر المنشط الإذاعي والتلفزيوني، يعني هذه هي لا باسيون. أنا نقول لك إيمان، لان الواحد يعيش بلا باسيون ديالو راه سي ان لوكس، وكما كنا تنوجدوا انني ماشي تنوض خاصني نمشي نخدم، لان واخا قريت الجيستيون فينونس داكشي، ولكن انا من الصغر ديالي انا عارف شنو باغي ندير. انا كانت ميكرو، يعني اول كادو دانيفيرسير جاني ميكرو، يعني عارفين من الصغر الدار عارفيني بان تنعشق ما هو موسيقى، لان كنت دي جي صغير تندير لي ريميكس. دونك انا طريقي تنشوفها هكذا، ما خممش انني ندير الاعلام، مشيت درت لا جيستيون فينونس، ولكن خديت ديبلوم، بغاو ديبلوم جبنا لهم ديبلوم العائله باش يبقاو على خاطرهم. ولكن راه هذه غنقولها للناس اللي تيشوفونا والشباب، يعني يقراو، خاصهم يقراو، خاصهم يتسلحوا بالعلم، ولكن يديروا داك الشيء اللي تيبغيو همايا، لان ما تديرش حاجه اللي تتبغي تنظن تقدر تنجح فيها. يقينا سيغ غادي تقدر تنجح فيها، لان الشغف محرك مهم مهم للانسان. وهنا الوالدين، احنا بوحدنا لا جينيراسيون ديالنا، والدينا القرايه مهمه. الدبلوم يعني ماشي دبلوم اي دبلوم، خاصك تكون مهندس، طبيب، بيلوت، يعني ماشي شي حاجه. يعني كانت واحد النوع ديال التراتبيه في المهن او في التخصصات. اليوم ربما الاسر منفتحه اكثر، اللي يعني بغاو وليداتها كملوا في المجال الفني فكتشجعهم، ماشي جميع الاسر، ايضا في مجالات اخرى في المجال الرياضي. يعني واللي جا واللي سهل هذه الماموريه الان السوشيال ميديا. تماما، دابا كل شيء ولا اعلامي، كل شيء ولا مؤثر، كل شيء ولا واش فهمتي. لا احنا ما غنهضروش على سلبي الامور، ماشي لا ماشي مشكل نشجعوا، ولكن انا نكون مؤثر خاصني ندير له انفورماسيون يتاثر، لان هذا الدور الاعلامي او الصحفي هو اللي ياثر، هو اللي يعطي. المهم هذا موضوع ما ندخلوش، نهضروا فيه ديال الوجه الاخر ديال المنتصر. بزاف ديال راه غيشوفوا الوجه اخر، انا ما تنهضرش بهذا الشيء. انت بعدا في السوشيال ميديا تتهضري تتكلمي على المشاكل اللي كاينين في البلاد، انا ما عمرني ما زعمت ندير، ولكن مره تشوف شنو تديري، والان غادي يشوفوا الوجه الاخر يمكن ديال المنتصر.